جمايلها وتسنيبها يا معنى العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعين الكرام، مشاهدين الاعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم باجمل تحية، تحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من على ارضية هذا الميدان، ميدان الطائف، في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الامين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. انطلاقتي ثاني اشواطنا في صباح هذا اليوم، شوط رئيسي الخاص بالقحطان الحقايق، ومن مسافة 3 كيلو مترات مقدمة شوط المركز الاول وصل مغادر وتقدم شعار علي بن جميل الوهيبي، يتقدم الظافر، يتقدم بوسعيد مع المركز الاول ومع مقدمة الشوط. وحضروا ابناء سلطنة عمان يقدمون لنا مغادر. نرحب بجميع الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبا مرحبا. بينما المركز الثاني وصل عناد، وصل ابو عبد الله، وصل محمد بن عبد الله بن طالب بن شرم المري، يقدم لنا عناد. عناد يا ابو عبد الله، المركز الثالث. القدوم والحضور من ختال، وصل البريدي، وصل مالك اللي مبلش، حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، يقدم لنا ختال القادم من دولة قطر. المركز الرابع، القدوم والحضور من عجب، وحضر سعد بن حمد بن هادي الغفراني المري، يقدم لنا عجب. بينما المركز الخامس، واختتم بالنداء، وصل في هذه اللحظات، وصل شعاري بالرباح، بالرباح، يقدم لنا شايش سلطان بن سالم بالرباح الحربية. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداء الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة إلى شعار العارض، إلى شعار بن شرم، بو عبد الله، بو عبد الله مع عناد، 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 وحضر محمد بن عبد الله بن طالب بن شرم المري، يقدم لنا عناد، 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 بدأ يعاند الصدارة، شعاري بو عبد الله، شعاري بو عبد الله، ولكن يا له من اسماء خطيرة، يا له من شعارات، والله ترعب يا بو عبد الله، والله ترعب. يا سلام، البريدي يقدم لنا ختال، حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، وصل شايش، وصل سلطان بن سالم بالرباح الحربي، ولكن بسم الله، بسم الله عليه، ما شاء الله تبارك الرحمن، اقلع اقلع عناد، يا ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق شعار ابو عبد الله مع عناد، عناد مع اول اشواط القحطان. حضر محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، واذا حضر هذا الشعار، حضر المتعه، حضر الاثاره، ما شاء الله تبارك الرحمن، سلام من الله عليك يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، عناد، عناد، محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري، منتزع النماسي، هذا شاطئ تانينا والنماسي لك يا مالك
لك عنود محمد بن عبد الله بن طالب بين شريم المري بينما المركز الثاني ثاني الأسماء ختال بشعار حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي والمركز الثالث شعار حمد بن مانع بن دواس بن مسفر العامر مع دلهام مع المركز الثالث والمركز الرابع إذن التهانينا والنماس لمالكي عناد بشعار حمد بشعار حمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري التوقيت يتحطم تحت أقدام عناد 4:38 و22 جزء من الثانية مسجلا أفضل توقيت في صباح هذا اليوم ثاني الأسماء حضر شعاري ختال حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي 4:44 و79 جزء من الثانية هكذا توقيت ختال بشعار حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي من احتل المركز الثاني مع ختال بينما المركز الثالث شعاري دلهام بشعار حمد بن مانع بن دواس بن مسفر العامر 4:45 و85 جزء من الثاني والمركز الرابع شعار سالم بن احمد بن سطاف الرشيد السويدي المركز الخامس متعب بن جابر بن ربيع الجابر المري مع السياسي من احتل المركز الخامس اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنماس لمالك شعار عناد بشعار محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري منتزع النماس الشوط الرئيسي للقعدان الحقائق تهانينا والنماس